أنا موجود هنا من أجلك. الأخ إبراهيم عرض وجودك وأنا رفضت. وليه رفضت؟ وليه تعرض وجودي؟ لكي تنال شرف مواجهة الإثم والعدوان. عدوان؟ أنت بتقول إيه يا جدع أنت؟ ده إحنا ما كناش بنتكلم كده على إسرائيل. والمواجهة دي بقى هتتم إزاي إن شاء الله؟ بالقوة. القوة دي في الشوم والسنج والجنازير؟ من الكفر أن نستهلك رؤوسنا وألسنتنا في حوار مع الكفار. نقوم نرفع عليهم الشوم. وإن لازم الأمر سيوف. مع إن الراجل اللي اسمه بريخت ده لا رفع على سيف ولا مطوة ولا شومة. وصل لعقول الطلبة بأفكاره. إنما إحنا بقى للأسف الشديد مساكين. رفعنا عقولنا وحطينا بدلهم شوية سنج وجنازير ومسامير. العين بالعين والسن بالسن والبادئ اصلا. انت تعرف اصل القول ده ايه يا اخ ابراهيم؟ هل فيكم من يعرف اصلا لهذا القول ام انكم تتبعون اميركم تاخذون الزبد وتتركون الماء؟ اصل هذا القول العين بالعين والسن بالسن والبادئ اضلى قيل في العهد القديم في التوراه وفي العهد الجديد في الانجيل. من ضربك على خدك الايمن ادر له خدك الايسر. وانا متهيألي ده منتهي التسامح. أما في القرآن الكريم قال المولى عز وجل: والجروح قصاص وإن تعفوا وتصفحوا هو أقرب للتقوى. لا تقوى في مخاطبة الشيطان. يكفيك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحصن بالقرآن لن يمسسك ضر. لم نسمع في القرآن أو في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفا أو سنج أو شومة في وجه اليهودي الذي كان يلقي عليه الأذى أمام بيته. بالعكس، لما غاب اليهودي عنه يوما ذهب ليسأل عنه فعلم أنه مريض فذهب لزيارته. يعني إيه؟ يعني نتعلم، يعني نتكلم معهم بالعقل ونخاطبهم لو كان عندنا عقل. والعقل بيقول إيه يا أخ أحمد؟ خلينا نستمع إليه يا أخ إبراهيم، يمكن يكون عنده حل أفضل من المواجهات الدامية. ماشي، قول لنا العقل بيقول ايه يا من تحتكم للعقل؟ ماذا يقول العقل؟ سؤال رائع، بارك الله فيكم. العقل يقول ان الحل في القرآن، ملاذنا وخلاصنا في القرآن بإذن الله. يعني خلاص؟ هم لو دراعنا وعمل اللي هم عاوزينه؟ يا جماعة احنا لازم نحترم نفسنا ونروح على بيوتنا. احنا مفيش حد يقدر يلوي دراعنا، والحفلة دي هتتعمل. يعني هتتعمل؟ انا ساعدت الموضوع لأعلى سلطة في الكلية وهتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل. مفيش حاجة هتحصل يا أمل، اللي حصل حصل وخلاص. واحنا بنحملك مسؤولية إلغاء الحفلة باعتبارك أمينة اللجنة الفنية. وانا قد المسؤولية وهتشوف ان الحفلة هتتعمل. يعني هتتعمل؟ وهتشوفي ايه اللي هيحصل. بس لازم يبقى عندك الشجاعة الأدبية وتنسحبي من الاتحاد كله لو الحفلة دي ما اتعملتش. يا جماعة ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. عايزين نهدى شوية ونركز وما نوترهاش. عايزين نعرف احنا هنعمل ايه في المصيبة اللي احنا فيها. امل انا لو ما غنيتش النهارده مش عارفه ممكن يجرى لي ايه. يا جماعة انا مستنيه اليوم ده من اول السنة. يا حنان ما تقلقيش. على فكرة يا حنان، هتغني يعني هتغني بالذوق بالعافية، هتغني عشان نعرفهم ان احنا ممكن نستعمل الاساليب بتاعتهم واكتر كمان لو ما عملوهاش. من فضلك يا عادل، انا مش عايزه اسمع سيرة لا عنف ولا قوة. يا جماعة احنا فنانين مش همج. ميرسي يا دكتور ان حضرتك جيت. هما فين يا امل؟ جوه في المسرح. بيعملوا ايه؟ ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. هنعمل يا دكتور؟ أنا شايف إنه طبيعي إنكم تستنوا لغاية ما هم يخلصوا. يا دكتور ده بيقرأ سورة البقرة. يعني عقبال ما يخلصوها هيكون النهار طلع. مش بعيد كمان يختموا القرآن. على فكرة احنا لازم نقتحم المسرح. بس يا ابني انت بلاش كلام فارغ. تقتحم المسرح يعني ايه؟ اولا القرآن له قدسيته واحترامه، لازم تفهم كده. انا اسف يا دكتور. يعني ايه يا دكتور؟ الحفلة هتتلغي؟ انا شايف يا امل اي حل تاني معناه ان ممكن تحصل مجزرة هنا في الجامعة. يعني انا مش هغني؟ انا عارفة ان حظي متنيل بنيلة. انا قلت لكم من الاول نحترم نفسنا ونروح بيوتنا. مفيش حد هيروح والحفلة هتتعمل. هم يقروا القرآن جوه واحنا نعمل الحفلة هنا.
دي باين عليها اتجننت. على فكرة يا جدعان والله العظيم ما ينفع اللي انتوا بتعملوه ده. يا أمل بارك الله فيكم. وقبل ما نروح نصلي صلاة الفجر جماعة إن شاء الله ونروح، أنا أحب أشكر الأخ أحمد توفيق على الملأ وفي وجودكم. العفو 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 يا شيخ إبراهيم، لا شكر على واجب. وواجب يا إخوان أن نحكم صوت العقل ونفكر ألف مرة بدل من تغيير المنكر بأيدينا. طيب يا إخواني بعد إذنكم، يعني أنا عايز أذكركم بأن عدم إقامة الحفلة النهاردة ده مش معناه إن هم مش هيفكروا في إقامة حفلة تانية، ولذلك أنا بستأذنكم يعني في لقاء بسيط مع الأخت أمل أمينة اللجنة الفنية لمحاولة إثناءها عن إقامة الحفلة في أي وقت تاني. لا يجوز التحدث إلى السافرات، فلنكلف إحدى أخواتنا بهذه المهمة. يا أخ إبراهيم، الضرورات تبيح المحظورات، وأعتقد أنه لدي من الحجة لإقناعها بما نريد. وأنا مع الأخ أحمد يا أخ إبراهيم، وواثق أنه سينجح في مهمته. ولا قدر الله إذا فشل في مهمته. بشروا ولا تنفروا، لا إله إلا الله. لو لا قدر الله ده حصل وأنا فشلت في مهمتي، نقدم ساعتها مرشح من الإخوان يمسك اللجنة الفنية، وساعتها نبقى على رأس هذه اللجنة، يعني نقدر نمنع أي حفلة في أي